الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرتنا مانتا وكمد محاضرين كهردعوة دورة تحصيلية في مسجد الرشيد. سيداد مغشان وحيكوصها بصنتهاي علو الهمة في طلب العلم وقضب كاسو عبادة ضيض وحيوبها انتهاي علو الهمة في العبادة حاضرق ونيبة وبها انتهاي وحينو الدور اني ان ينكهد الله وفكو هنصر ان اقول له هذا علمي قدونستي سيبر الشديسة قيمها وعلمه ليها وجد وحلا تشعل هذا وحاو شرف بدن ويا علمه وحلا ضلبه لقد دالنا وحاو قفض لبدن وحلا كسبده لتبعدنا وحاو قل نفعه بدن إلهي ما سبحانه وتعالى فضلك هي قيمة علمه ليه إن بدن كتابك سينو شاقي رسولكم عليه الصلاة والسلام حديث ترب ذنبك قورنا حاضر الجونية وموضوعها كصعب سنة يدقيستين وديبه نغن ماي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أيا وحلت لي كميل ابن زياد من الأورنجري وتابعها تلدي ساسي وحايموتشين سا قيمها هي فضلك وعلم وليه هاي هي ضدكو الدنيا ده انت اللي تشوغين يكوك على قيمة سريان علمها وحكوية يا كميل احفظ ما أقول لك كميل وحن كوشيك يو إليه الناس ثلاثة قد كان الدنيا دوشي ده تشوغا وصدح نوع قف وليبا صدح ذاك وياي وأين وسقيميه وهذا قلده سيهاي وأسر توداي سيده سينتا وقبح لها وقلده السر وليبا ليسكود حق السر وققل لها وأين كد ذاله ويبتكواد فعالم رباني وقف علمي برطيو عالم كنا قضي علمي ندد كبرايا وليبا أسلوبيسا ووضع الصحة ومرأة برست علمي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره علم وسيدة وكالة فدودية هاي ذاتك وكالة الرئيسين هاي ومتعلم على سبيل النجاة ما يبتلوات ومد علمي جيب برانايا وهي وددي لقبت باده وايو بتباددو الدنيا خربة ودك لما لها وعلمي لغو عمل فلانا هين وهمج الرعاء قيبتا صدحات ووحمق قرطه اسكقر دراعيسة همج علماء اللغة مركة في السيرة واحد هذان الصلاحان والصغار الذباب حمصت باشير الله يرعضوك لأ iy kana cada iyo kuwasa hamaj leeyraada marka dadka ku u liitay u darajo hooseeyay ayu Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu ku shabahay tuxsiga yar yar raa'ana macneedu hawayaan wa gurdar raa'is u cid kasto u foorida ama u yeedho iska raacan waayo ma haystaan halbeeg saxa وحا لوغو ييريا انو صحيا انو خالد يا يكون كلا غرتان هدي قفكا وييريا وعجبيو اما وياهي قف لا يقال اما بس وياهي قف صحيا افتهن لما بدن واسك راعيا مركا وددليتا وارنكودنا غرد الراعي سويح اتباع كل ناعق وي متكستو فوريا ويهرو الراعي يمينون مع كل الريح دبيل كستا وصو دعدا ويلي حين صاحق الدبيشا سا وصوتي وراعيا
ولهذا الدبيلها فتنده هي شركه تدك يورادين بدينين ودتك الجهاشة جهل وعلم الآن النقض أم علم وعمل فلوان لم يستضيئوا بنور العلم نور كعلم جميهل وما يستان توش علمي أو يكون يفتين صدان وضده ويكون قرطاين وضده هيان يين الإحدان يين وضده وحيا لما ولم يلجوا إلى ركن وثيق تير أدقوا يقب صدين متشرا العلم خير من المال ضدك مال كاد بوش علي وإنه لحب الخير لشديد إلى أن وش هاي مالك ضبعك بني آدم كونو ياهي إن آدو تشعلين مالك اللي تشعل ياهي علمك يا كنفعية واحتر بدن الدنيا خرابة يحرسك وأنت تحرس المال حيابا علمك ومالك قصر رياي والتلمامي قار كميدا وعلمك يساقك إلى لنيا ونفت هذا وناقك إلى لنيا الدنيا خرابة وحاودنا وحنا وكل شيء يا ساد وقد دكتوراته حولها ندي هذه إلى علي وقار كاية العلم يزكو على العمل علم هو مركز لغو عمل فلو يقفكو لنفسي وغو عمل فلو أما عمل فلكو وياه إنو دادك كلك قارسيو علم هو كرداه وحيا إمدى قاركو دي ورن شرين دا دوني سو حديثك إذا أردت أن تحفظ الحديث فحدث به حديثك إنا حفظتها دا دوني سو حديثك ضدك أشاك دو شارتك قبن دون طاي والمال تنقصه النفقة مالك مركا وحلقة بحيو دي مالك هذا استعماشه مصاري فيسطو أما عيد أدك مصروفتو ودين مياه ومحبة العلم العالم الدين يدان به عالمك إلا تشعل هذا وشيء دينه وايتهاي إلا قد دين يا أخلاق يا الدبع دكتو العلم يكسب العالم الطاعة في حياته علم وقفك عالمك أنت ونول يا هاي وحشية إلا مقله الصقوا عن مدح دولدين أهين السلام كان عيدا ما أن هيسن دتك وعبيدية أي علم جاسوح ويا ليا حرمة يا كرامة صابته ضدكوا إلي مقلان وتلدي سنة أي قاتل إلهي بأن سبحانه وتعالى أمري أهل العلم قائن لا أضيعه إلهي سبحانه وتعالى وحر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والأمر قلنا هو العلماء والأمراء ولبعوا علماء أيها الرأي وجميل الأحدوثة بعد موته مركوا لنتنا ورفي عن بعض ملك وغهرية وحيا دويدة صامري مضح يما القبين بدن كودي ما انت لما هذا غير لكن علماء دويدة صامرتي علمي قال لقد حلي كتب قري أما حديث وريي لقد مقلي ما انت هذا الهي وناكسا أي إلهي دويدة دوشيدة وغرية وتركنا عليه في الآخرين أنبياء ذي الرسوشة هي ورثدوا دواء أهل العلم إلهي سبحانه وتعالى مقع في عنبو أدوية دواء الرعباء كي يقريودان يا دنتان وضيعة المال تزول بزواله مال كان يهنتدو وحلالو وحلقوه لابا مارك مالك وميشة كبحو سنميشة وكبحية قفكي أغنى الناس هذا كو مال قبيسا إذا مالك إنسا يكون شرف الكرين يكون احترام الكرين مركا حولو كبحانة ونقضو مفلس صبولة قعم مران وحقيمة ذاتك دحو ذاكو يالا مايو مات خزان الأموال وهم أحياء كوي حولو أنك يتصدي علمي يدينا نكو درسا يدو نفتو يكو ترتو أي دنتين معنا بلا قيمة أي نقضين والعلماء باقون ما بقي الدهن انت ادويدو جيرتو علماد وي جيريان وامرين نول يهينو ددك اي دخ جوغان ايغو دينتو علميغودي يي ماغخودي وناغسنا وددك دخيال عيان ومفقوده لفتودي يو ايغي ايا لوايا مركي غيريودان دينتان وامثالهم في القلوب موجوده اكيد ددك قلوبتودا اي جوغان
وناج يا محبة قلبي قلوجها يا يا ما هذا ناق قدام علم وياهي كقيمها له وحمهما قف وليبا إنه الددال كما ضم بيسك بحيو حاصل أنت علمي علم كما كان إلا حاصل يا وحيوبا هنتا يا وآه قدو بدا مهم كيلاك ومارمان كوآه بل هلك ليش علم كوهي كتولمتو ليش داركتين السيداسة قدها وين له وحي كبلا بانتا لبا عوود أما الله عقود والله يسساره بي كبلا بانتا كدبنا كوكلا ايا لغسي حرا لغطلا إلا هان لما يستران اي نغطة سوما لدو حرادان هاني قوم بي كتولمتا أنا حقه هو سأيه تلميذ وكبلابه. مركع علم جو السنة ما يلبو كتلمه. ألك علم جو كتلمه. قفك كوعه وسينو علمك حاصل يقدر كذا وصل رئيسه وكجاره وعلو الهمة. وهن صار قفك إنه يعيشه حاصل أنت علمه. حبك الله جم أرمان وهي واتشران. سيدا إنه إله سبحانه وتعالى ترى صارته وكلمه ويديسته. way qofku dadaalkii soo qoray meel kuma gaari karo wala hawlana wala quwwata illa billah walahaada ba nabiga kaleey salaatu salaam labada qodob uu jamciyay qodobka koowaad waa al hirs dadaalka iyo qodobka labaad waa al isticaana billah rasuulku waxa uu soo muslim wariyay min xadiis abi hurayra ihris ala ma yanfa'uka isticin billah in naf'i wa ihtarku la ku dadaal dadaalka go qorana isku halayne إلهي تلا صارو وكالمو يديسو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهمة وشيء آدو قالئة وأنا الرزق من الله وحلاي بحيوي وحموي ممركا سيو قفك وقصي فوبو إنو معنى هيدا وفهمه الهمة السلام وحكتم من الهم بيكتم الهم هنا هو مبدا الاراده والعزم والدونست هي جوانك بلوغيس هي هم الاراده مركا همي مركا دنبا و خو نوقدا هم ايو نوقدا همدو والباعث على الفعل هو حقفك فعلك ككعيه فعل هي السمين انو كدقاقه وحصاب نوقدا هي هم الاراده الباعث على الفعل همدا هذا هو حلق صفايا توصف بعلو او سفول وعلى هم عاليه هم السرا يقف كاس لي هي هن يهيكس السرا يلي وحكى له صفايا بسفول هوسين وعلى فلان همته في ذلك سافله هنك وارنكا ولي هي ارنكو مدحتني ما نقضوا مال قبيني ما نقضوا علمي نقضوا ام عباده نقضوا وهن هوسي ايال ارادة الهمة مركا بالكسر تطلق على العزم القوي وليو مركا عالية الرعيلة همة عالية وحلوغة شهداء العزم القوي قوان كحوق بذن بلوغة شهداء هذا له همة عالية اما الارادة همة عالية ولما قاركود مركا قيحيين همة وحي رادين واستصغار ما دون النهاية من معالي الأمور وقفك نهاية يهلك ودن بيسا وحي كسوكي أودن إن الله يرادان وانو كقنعين يعني هذا علم تهي علم النهاية يهلك ودن بيسا درجوين كعلم كهوسي أودن إنانو كقنعين هنكيس ونغضي هيك سيجي سيجو هنكيس علمي قالك وصل رئيسين وكجارو ده حفظ تاي يهدي أي فهم تاي لا بد بار ساسو كلا عبادة هالك وصل رئيسا ما يلقاه رئيسين أنا كقنعين ونغضا في درجة أعلى المتعبدين هو عبادة استا درجوين كايجارين درجة ده وصل رئيسا كجاره وهكذا في جميع الأمور الرماء والدن إن وقفك هلك أصر رئيسة وهيكسده من الجوزي رحمه الله تعالى وكذا إلا هدي أي سورتوبي لهاي ما سورتوبي سي إن بالنمذا لكسبده
وقفكو طبعاده شقو شقيستي النبي وكنقضه إن أنا كوقن عين ولينيمو ولينيمو ده درجة سر الصماء لكن درجة النبوة هي كسر رئيس مركادات ترى دين النبي النبي إلا شقيستي سرتوا بالهيد حدات كوقن عدو ولينيمو درجة النبي النبي ده كوه سيسع معناه علو الهمة كمس فيس في هذه المسألة سلام مركل التاجي علو الهمة مركام حنا قنا يا درجة ده وصل رئيس أتجاري كرتو هذا حاصلين كرتو مد كهو صيصة إنانة قنعين واحد كلو اللي يري خروج النفس إلى غاية كمالها ونفتو إلي أبحضو ويقول لقاقضو لما يستيرن كيدا في جميع الصفات والأمور هل كودن بيسيني كقادو كمال كنال كمال ممكن لها بالوجه هذا لما يستيرن كدير صورتا قلقا واقعا أو شرعا وإن النبي نقطا وكمال لكن صورتا قلقا وما وإلهي سبحانه وتعالى النبي نمذا بحياء وحانكو ختمي أنبياء الرسول في صدرين محمد ولا النبي بعده إن يراده أي أمري خاتم النبيين إن يهين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسك الشهرين مركا قفكو ونفتي سنة ودقا قضايا وبحضو كمالك يعني وناك يعلم يسترنك صورة قلك وقع في العلم والعمل حق علمك يا قوانتا يا حق عملك وعباده يا عملك كالبالح هذين نصوروا لنا علو لما معنى يدو حوهي وقلبك إنه أجهيسته وقصديه السجون أودي سوحب الله رهين إلى المراد وحا أدونيه وليب وحا أدونيه يعني كمال كيس سيدنا ما يسترن كيس يهال كيس أوصل رئيسا فقد هذا علم الدوني سعنوه لما محونا قرية وين قلبك أجوكي هايستو وقستي وقوة أنصده علمك هالك أوصل رئيسا إنك قاعد وددالك آند وحب الله هارين واحتمرين لك وباقا وحال الله يقان علو الهمة وشيء مهم في جميع الأمور هذا علم نغطة هذا الشكل نغطة وطليعة الأعمال ومقدمتها وأساسها وصهنك عملك كورية سيدا عيدا كمركو الدقال التقيو يعني الصهن ويستغهر مريو ولكا عمل وردن أي الصهن وطهي هردعنا ويوطهي أساسك عمل كل سيهينا ويوطهي أحد الصالحين باوحو يري همتك فاحفظها هم دادا إلى عشو يعني هنصر إن تكسي فوضو كد دالو إلى عشو فإن الهمة مقدمة الأشياء الشياء دوردان هردعو دوية همته ومن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك وفك همته أيها قاكتو وحاوكو همييء وقوان صدينا كدر شاقة وح الله عليه وح كذب بيا وهجاجة ويا أساسك أي وهجاجة لذلك بني آدم كاي ويكوك للتكسيين هم ماذا قار كود وحكوس في سين هم عالية قار هم متوسطة قار كود هم سافلة مده هو سيسين كوس في سين إلى بعد إن صعيكم لشط سدى عماش ودو أيوك للدوان تهاي أيوك للدرجات سريسو أي همم كودنا أيوك للسريان ضد كسر وكلا صريان هم ماذا أي واحد صاب النقطة إنه يكون كلا صريان في بلوغ المرأة وحياة الدنيا إنه يجدد أو السعودين إلى الجدار هل كلا يسكون عفا وهل كاس هم ماذا لا يسكون عفا لا بد أرضي حلقة دوت فرنية درس قد نجي سنة إمت كود وجدار يو هل كيو السعودي وعالم ونقون يو ككلانا وحلقة دي لحظة كجهر أيوة أما يسوقوا شيء تنا وضد كيس كذا بس صعدة واحد دالية هيكسية هبي راتيان وقص في السنين لا بد واحد كلا السريسية إسنافية وهي مده ركهي مده يلا ضد كيس نافسة وأيوة ضد كواحد يسكون نافيين وعلم يعمل بقى هي أساس هي أصل يطح إلى حكمة دي سايك كم يتعين فاضل بين الناس في الهمة قد كسدوا وحياب بدن وكلا وكلا سريسيي هم ممكن إلهي سبحانه وتعالى إنه كلا سريسيي
وحد شاعرك صقوا إنه صورين يا تتكسر وكر الصريان هم يقود يهان كود يهيك سقودا على قدر أهل العزم تأتي العزاي تتك جوان كود أنتوا لقي هاي يا رما وين أي جارنا أي كوي مادا وتأتي على قدر الكرام المكارم قفك كرم كيسة خير بنانتي سيئ وانا كسفو قيسو انتو لاقي هاي ايا مكارمتي سيئ شرفتي سيئ قيمي صنوياشا وتعظم في عين الصغير صغارها قفك هدوية هاي سافل الهمة مده همة دي سهو سيسو وشيقة او يركو قنع هاي وحيابها آتك او يريير ايا اسيقة اللوين هذا كتاب كاما كتبت او الرئيسة مركو لكتو انت سعاد ولو وينانس كسول خلاص قد صرت عالما محايا على 40 كمان دقتي وصول 3 عند دقتي سفينه النجاب عند دقتي اجرومي جيب عند دقتي قد صرت عالما يعني يقنع بالدون والقليل هلك هوسه انت ير ايو كو قنعيا وهي همدي سامر هنكي سامر كورويان افكون ادو هنكي سو يري هاي انت ير ايو كو قنعا وتصغر في عين العظيم العظائم وفكوا دو يقف وين قلبي أهان يهم أهان حتى أشياء دو وين بالله يرات مرقس صاوى جو حرنا يا أنت نوايرته ولو في رسالة صحابة رضوان الله عليه كانت همتهم في العبادة عالية هنكا يهيكس جود يددال كودا عبادة وهي وحها بدعوة سرية ولهذا ساب بخاري مسلم وريان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صدق إحنا بقى واحد تجين قريه النبي عليه الصلاة والسلام حيوت تجين قريه النبي عبادة النبي جد ويني ورايستان وحنا يجا قصة ويران يعني عبادات خارقة بحدود كب حسن النبي عليه الصلاة والسلام إنه صنيع هل كان الدنيا إنه الجارن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام أي الله شاهد ده أنت لا يشرعي النبي ولا يكون عابد جري كانوا متقالوها وإلا يرات عبادة النبي ما هين اللي هي النبي قام مقصرة وعبادة كجابي وصحابة والصدى مرة ما ورانا يرمنا من أيام لكن وحي اللي النبي عليه الصلاة والسلام دم بيجي هوري يكيد دم بوالو نافو انت نواس كيف فيلم لكن النجا مركا لينو ايقو ينقو يرتح مركا عبادة النبي قصوا قرن ما ينو صدى هين وإلا يرات رجع صحابة وتصغر في عين العظيم العظائم وحا كل مي سيم فرب دار وكم إذا كتب الرجال والتراجم كقرا سير علام النبلاء وكلاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا عبد الله بن الزبير عروة بن الزبير عروة بن الزبير تابعه يا مصعب بن الزبير ولالكي لبدا الزبير بن العوام وكم إذا طبعاً كي تمد لغو بشارية رسول كنا المابتيا هاين ويدد الصفية إلى الشيء أي الله بدأ بعد علي يا عبد الملك عبد الملك بن مروان أفر تاسي أي واحد كل مين بفناء الكعبة بنانك هي صاحدة كعبة أي كل مين فقال له مصعب تمنوا مصعب باو حيري نولو با واحد يكسن يسا الشاقو عنا شيء قلبي يا كويني يا دوني يسوين تقعد ده دال كاعد كوب يحس تسوحي تسين إسا يعني همدو قيمة أكتر ضاي كل هاي يسوى أمي سنين أفك مربى هنكي سوين تلاقي هاي وح وحقي قوبي وحاسلانة إنه اللي قاعده وح يكون رهدين ابدأ أنت وصحي هادوك بلو الكاد يكسر إسا هادوك مصعبو فقال ولاية العراق إن العراق والي كنقضه العراق ورد منك حكومة يا أمير المؤمنين مسؤول يا برصا بقاء إن نقضه وكوتاس وتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلح بنت طلحة ابن عبيد الله لبضنا إن انصصار لبضها بلوب سكينة بن الحسين يا عائشة بنت طلحة بن عبيد الله لبدا أنا أقول صدق فنال ذلك
إلهي حكمة دي يسويه إلهي بيعرف الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أدون كي يقول يقفل شو وقم على يستأي ويجيه لي أنت ما هو حاسش والي العراق بنقضي سكينة وقرسة دي عايشة وقرسة مدول بنوح مهروسية 500,000 درهم شن بقول أو كن أو درهم وجهزها بمثلها مدول بنوح أروس كيدي كبحيي شن بقول أو كن أو درهم وتمنى عروة الفقه ويحمل عن الحديث عروة سوى كدوانا اتجاهي سوانا والعرب وحو يساقو هيك سيقي سكرني قي يوحا وإلهي سبحانه وتعالى كرد شينا وكفلانا يو إنه فقيه نقضه فقيه قان يا حديث يقان ولي بحديث كالقور إيو فنال ذلك حق فقه يوحو كم إذا فقهاء السبعة في المدينة تضبدي فقيه مدينة واختي سيعره كم إذا حق حديث كان بخاري يا مسلم يا كتاب حديث وأتفرطه وسند عروة وكتشرة أنت كهلا هيني متشرة وتمنى عبد الملك الخلافة عبد الملك وحده ولاية العراق وحسنك ويريه إنه برا صعب لغو خليفين نقد أمير المؤمنين ضد كبا مسلمين تبا كوطة لنا أنا نقول دوني يا بولي فنالها أمير المؤمنين بو نقضي وتمنى عبد الله بن عمر الجنة كيف هي مديس وقص الرئيسة أفرتاس عبد الله بن عمر هيك سيجي سوحو كرد جاي يهان كيسة إنه تشنده قبل وأنا لور رتشيني يا طا سؤال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سير على من نبلاء وكويلي أركاه مدى ديانا يرانا هاي سكو يرانا هذا هذا هو هاي سكو يرانا وحد الله يكرر جينا يسو وحد ربي كفي لنا يساد كم على يسانا يسو هل كأدوان يسينا تقاردو هذا هو هاي سكو يرانا هل كأدوان علامة ستو أيه وبدن تهي إنا تقاردو هذا الله سبحانه وتعالى تلصارتو إلهي وكوكو عاويو أسباب تينا أدلت مادو ركادد مر كروم ميل هو علامة ستو الكسمات قاري دونتا حتى حيواناتك علو الهمة وكوكا السريان ودي أركي قران شدا وحد أركي سال قران شو قري صد دبقة دبقة وصرية شوكت قران شدا هس دول كاية كتمي وجو انتي كوكا هذا تيني هالكا قاري يمسك شير بيد عضي وهذا ندي به وصل نقطة في الأخير نوح الجادي هل كيا يكوس عتي هل كوس الرئيسة أي قران كذا سي الجادي وهذه عاركي قران كذا تاكتي دو أنت علاقته يا هذانا أعماش أي قبطه إلهي سبحانه وتعالى وصخري علو الهمة رب سبحانه وتعالى أسي العنكبوت وباش عارض له حبدا عاراهي مركا اي دالاتو كائن نول اي نغطو نولة شرا رالكو ما نغطو قريق هو يدد اني دقناتو مركي بواحد بلاوضاء انا يدن قريق ديستو مركا دي انا دي عاراها كالي دني انا دوالد كاون دلصارة اتكو اهاتو والي قابا ادو سودن شرا شلاتن شرا هنكا قيانو انتا هاني قريق هو يدد اون بريس كاتكا عنتو مش عمل كسر رئيس ميد هيكسن وينه نقطة ده أسباب تهدينه وينه ضلت ماده. باش بلو حد قرب بقطع عارضة باش اللي رضى حيده أما أبي صدق حتى جد مقدو طيده جد عدك القدوم بقشة الله. كسامرك غير كده حيوان كلو يده كيف وين بقول كسامرك صار اللقاء. مرك غير كده حلقة يبقى جد كائن لجده ميو. واحد صدق وصمين سنة وحويه. همدي إذا أيها هوسيسو همدي دي هنك دوين عدل المدو وعدون أي قصة إنه سنت إذا وحويان أي قافوفتو صابت هسي جودت كاسي وجلسة بالكلادات كوه حيوانات كلي تايو كمدي وأنا مؤذي حيوانات كأنه لا يشك لو نبا سأوجد با في الحل والحرم اللي جودي له النبي عليه الصلاة والسلام وينور شيء لا يقع إلا على الجيف وحن الولي قبص الماي بخت هي هم بايم بدل شوغا توكي همدي سايا هو سايسا والصقر لا يقع الا على الحي بارك الله باسك اما غرغر كنا وحنول وحانا انكم ادل استاغيسو
حوشده إيه تكاه إيه وحاسة بخت كذول فرفرية السق وحنا البقر صنيا وحاسة أيو جورعنا يا ودلنا يا كذبنا كايو عنيا وهكذا لباح يا الشبال كي ودين كاركي فريسد ودي واحد وقار صدار حتى قابك ولدك ما يام بوا حكم وقتا شرف يعلو الهمة هنا سيقبتان سدوا الجورع أيون أكله إلا نفطه يكبر حلم تابتان ورابها أنا هي مدي سوى خصيص سوي آد بوصيصة وليدته فريسادي أو نول باق قول كل عدا أنتو كجلو أيو عناية نول بكرة ما هنا ما عنان قواسي بختها وحيق وقارسان بعنا قاران لباح ولهذا بقى عظم في نفوس الخلق لباح حتى ددك قلوبته ده وكوية هاي صمام حيوانات كلاس كده بني آدم كوة كوة بيحي ملك الغابة بقر كي كنت وبيحي صمام ده صفات بوحا وكو قاري ما هي حوق يقرة تشعد وقرة كويسة كحوق بدن باتشرة وحيوانات كميدة ويساقوا با سيحة لديسان وقب بيرو وهان يسكون مقيقين ايات شرة مركا حيوانات كلفتو ده ايا علو الهمة حويان كوكرة سرية قفكونا هذه الشراله هل كأوه يكسدو أيو قاره واحد يكسن أي سنة سيفضل لقوم قاره وهيكس يقول وحوكو تري مايو هيكس يقاسو أن اللهين ددال إيا الصبر إيا أتكيس ميل سران هيكسن أيا سر راحانا إن انكو قاران دون أيا مصعون ستاس ابن القيم رحمه الله تعالى وحلو قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومدك استكوا ذا عقل قال لي واحد يسكوا فقير راح هذا هنا راح له جاري ذا راح دوني سو راحكم الجاري كرت وأن من آثر الراحة فاتت الراحة أفكر راح هذا السكت دور بده راح هذا حقيقي جاء ربطة أيوة يا سو النبي عليه الصلاة والسلام إنه مش شايفين أفكر خمر جاد بيده كعباء نفتي سكعلين كرواية آخرين أنا كعبين قفك النفتي سهود هذا الراعية وحي الدول السيلة هودي ذي كريبي كرواية ومال إلى الراحة راحة ينعيم كآخر وهوية وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فكما ربا انت إليك تهي إنو هالي صعوب باريرو عليس يناو دوش أوريتو إيه اللي قاتا فرحة يمعانك يراحة ولا كل ميا فلا فرحة لمن لا هم له واللي يجيبه ما فرحه إذا نهم اللهين وميل بانيك سنين قوام في عنا أنقار هين ولا لذة لمن لا صبر له واللي يجيبه معان ما قارم إذا نصبر ولا نعيم لمن لا شقاء له إذا صوت شبين وصوت كفين وان صوت نباطون نعيم الدنيا من آخره من دون ما قارم ولا راحة لمن لا تعب له راحنا ما قارم إذا تعب تعب يد الآن وكل عين بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا إيه رهداد نفت الدالسو ودالك يهوشو كصبر سيسو وحكدن بيسئين بدن إن أدراح يسطح وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادت لحياة الأبد صاعد صبر كيد يعني الصبر صاعد وقت كوبان للصبراء وليس كي قرارك إيه كديدك أولي هاي هذا دواد كي سطح أرنت أسوحك وقارسين إساء نور الأبدية وكل ما في أهل النعيم المقيم فهو صبر صاع نعيم كستا ويكون جيران دادك نعيم قاري وحكيمي وقت كوبان وإي صبرين وإي أتكيستين وقارستي إساء وصبرين والله المستعان ولا قوة إلا بالله سيقارة أي مدوحة وقاهد لأن علمي قينا لقو قارين براحة الجسد إن الدالة دوني مايو إن وقت بحية دوني مايو إن وحبة قرد دوني مايو إن وحدقيست دوني مايو إن نفط إذا أخرس كدالية دوني مايو حفظ إن النفط كو إلزامي كدالية دوني مايو حدنا علمي بان دوني الله ويس قبل يما يحيى بن وحير يحيى بن أبي كثير سمسلم وكوري صحيح عيس لا ينال العلم براحة البدن شير لور راحية علم لقوم قاله هذا دون السينات علمك قادو وينه دو داشو وينه دو هرادو وينه دو قاتشوتو علمك وينه دو لوبتو وينه دو ويدو لكما راحي السنة
علمي جنا حاسليان دونيا ما صحيح. مركز طن نفط أي تاي نف شريفة هم ماذا دونا أي سرئيسة شركة أي كتيرتو أي دالسة راحنا إيربو كهلا وصيروا متنبي. وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام نفوها الدينيين هلكا ضد كويك لوينين ما هاد شركة وين إذا شركة لو كلوين هذا لا كلا الحاد وين هذا لا كلا بوربور هذا من اللي سكون نافع ما هتاس بل شرعتهم وبيع مانين بورنيد النوع عاس ويظهر فيهم السمن قال النبي قل العين يعوري ششلان با كظاهر إسا تشيل شيل صوب بوربورا أي نقريا وياه ده واحد بتصنع يان راحة عنتدي عبيتانكي وإسكتشيف يان صعن ما يان تعب ملها يعني يكبر بريان طاقدي عنتدي استعمالا طاقدي يتمرت كنالات لكن سادة تشيركو وكرة صينة يان مروا ميل مكسارية حق الدم مكسارية علوش مكسارية مركا علولوين بريوين قفكو عمغوريا قف سكلا يعني قفك كل عيسان تاماها قف آن عنت يعبس يراحة آن بطسن لكن أرنت نوع عاسية ايتهاي سيد هذا أرن وراثية أما هرمونة دقار كود إلهي وأبوري وحنون أما الصواب كلو خلقية أوجد سيدي معتاد كاهي سيكبضا مشقيني كاهي ساقو عنانكم الله قفك بني آدم كاهي وحان فعل كيسان أهين يتعد كيسا لغو معنان لكن كاهي نقال لنوكي وقفك بورندي سواي كدلتي عنت بدنانتيسا عبيتان بدنانتيسا تشيف بدنانتيسا تعب لانتيسا سعود لانتيسا جهد لانتيسا اي كدلتي علو الهمة في القرآن والسنة وحاينو الشبين ودمي انك استوينو ان بدن اما مرار بدن ادلل دحقلينيني وهذا تموهم كي وحاوية قفك مسلم كاقل بيجي سؤال وقود دقيو قناعة ما يسترانو وقاعدانيا ووحي ومحو كيري علو الهمة هنصرين قرآن محو كيري نصوص قرآن كيسنه وحي انفر بدن كي مادين إن ضدك مؤمنين تالقوا لي رجليو على ارتياد معالي الأمور الرماها الصراء إن وقفوا كعادة لكتو ومر والبا أرنك استوانا كسنبا الكوص الرئيسة وكقارو وتسابق في الخيرات خير كان إن لو كلا تيريو وحاني آدو قد ديجان من سقوط الهمم وفكينو نغضو الرماء وناكسن هنك يهيكسي قول لي يهي مدوصي ولبا أساليبك للدوان أي القرآن كي يصنوه للرجال انت نوع عاسية أي أدقان وحكم دا أساليب تاسي ذم ساقط الهمم دا القرآن كآخر دو وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحرق السائم فربدا يدو الله على عين ايو كوه هنكود وحوصي الرماء ونكسن هنصر يهيك سيان الله اميال حوصي وحويان كوقن عاية على عين تانا معنى يدو حوي وحلقات ديقيا نقن كوداس هي صفدا اي شيء الى سبحانه وتعالى وحي في سوره البقره تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير رب اسرائيل من هي الصلوه عنتين في عمد الى سبحانه وتعالى رغاسه بقوليات هي عنت هوسه اي دلبن تاس وحي كترجميسا هنكودو انو هوسه الى هارن كنوع سوا كعن انت وحي يدي ما كهوسه اياد قادنسان اواد كي ونكسنا كبدل قادنسا كي ونكسنا انت تكتكتان ايا كهوسيات كقنعيسا يعني صفه حنية دقنا ونكسنا ويان ارنت نوع سياح حق علمي لا يحكون في سورة العراف واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فصلخ منها فاطبعه الشيطان فكان من الغاوين واحد نبي محمد ارشاكتا وضو اخر دا كي انسيني ايات كيغا يعني واقف الى سبحانه وتعالى علمي كوارزاقي قرآن كيم حفديي تفسير كيسي معانيس وبرتي كذلك علوم تكالي إلهي بوافتي حلقات العلم إيو مدارس ومراكزه إنو التقوى مو قرن قدر كالنعمة إلهي سبحانه وتعالى وسلم إيو الدرجة إلهي سبحانه وتعالى وكت علي فانسلخ منها وكدح بحي نعمة درجة إلهي سيبو أيو اسكرف
كورما نينكا مدحوينو وكرنيغو شنن اما سرية غاس تايس كرفيرا لو حنا نقول دوني ما هي وحن دوني انا دبل نقلو اسكري انا حبيت درجة على هاي سو ما هقف هنكي سؤال وهو سيادات كورما الا يا بيان كي لا علم سيكا ورما علم قاعد نكدح بحو جهل وبحو رالك نقضي كل ما يبو كم نقضي ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا أخلد إلى الأرض هذا نضون علم قاعد نكسر رئيسين لهم بقول الله سبحانه وتعالى لكن السجع يقول كيسكون نضي علم وقف كوسر رئيسية سرين تاسو هنسر ويا لواي وحمر كان نقضي مد نفتي سنقول ككلتي واتبع هواه هو ذي سراعي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث حيوانات كقوة قول لي تاتو صالة الله قدية وأي عرب كالالادين يا داد إريدو يا داد دي سبا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ساسو إلهي ودلعيي كوة همدو ضعي وصيص وغفكو مركو ربا إن أنا مير سرقة إنه مير سرقة أرد إن أنا هان ويالني ودلو الهم مير سرق وقاري إنه حتشسن وياه وكر وقص يسوع وياه إهاس وقص عدانا إذا لفت يدنا وهان هو سوي وحلم إذا قال الله تبارك وتعالى ومثل الذين حملوا التوراة حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا توراة بالسيء ونعمة دي أدوي وعلمي وعمل ووحدوني آخر بقى لقدر تشوبية ما يحنبارين علمي هان عمل هان ما يحنبارين وصيدة الدمير وكلا كتب أيال قرر رؤو السيدة كتب توحى الله لوحو كفا إذا ما كرتو إلا يحوري بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وحكى له إلا كتاب كيسا كودة لعيه كوا هنكودو آنو نافسي سنين الدويو ما أنت ناد بيوفر البدين إنه أدوية للنلال كذي مع معان كذا درجة سرك الجاروية هنكيسو رجع صاد نادت كغاركود أي إندر جرد ويا قانان أركتين سنة أدوية كقابنت وحوا هنسر ويا لواي آخر إنه هو مغطى ودم تناعي مغطى هم يجي سوس الرأي أكبر هم أيوين وحوكوا همية ويكسر أيوه ورورك كوهاية إبدالك وبدن وكبحنية لا سبحانه وتعالى وحرف فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق لا تكوحا كم إذا كوارم يا إله يو الدنيا ذا وحوه لك سمه قصي حاله عرور مدح تنمو عافمات حيوان وعاص النعم كالدنيا كم إذا آخرا نحركم عليه وهي آخرا يدكم وهم منبع ومنهم في مقابل ذلك لا يوحى أماني كوا نعموين كيو وناقية دا الدوية إيو كآخرة لبدبا هنسر أوليه معالي الأمور ربما بيهنسر أوليه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كوا سوء إلهي سبحانه وتعالى أمان أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أسلوب كلا القرآن كو كموتيي قيمها إلا دا هيقفك إنو هنسر يهيكس ويشو الرماء ونكسن اسرعي وأمانت إلهي وأماني على أصحاب الهمم العالية إلهي في آخر سورة الأحقاف حكور فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نبي محمد با إلهي سبحانه وتعالى وحول كل يهي أصبر سيدة أصبرين كوي قوانك الله الرسوش كمده تصال الله وقال لك رسولك عليه الصلاة والسلام أمانت محيكم متايستين وإني عزم لهايين يعني إرادة قوية لوصول معالي الأمور دونس حق بدن يقوان قوية أي أقول لهايين الرماها السراء إني قادم إلهي سبحانه وتعالى دور آيادات وكتاب كقرآن كتيرة مؤمنين تا هنك السراء لخيرك يا الرماها ونكسن إيه السرائية وحكوسي فيه رجال نمو يدو لغايا وحتى ان الدمر يهين نقوى دي رجال نمو ما هاد كورة دو قرة لابن نمو دو قرة ما رجال نمو دو حلو استعمالا بمعنى وناك هي كمال وقبر بات سؤالا وحفي عن سمير سمير كسال ورانا يا
رجنيمة السميس نيم بين غتماء معناه ذكر الله بين غتماء لكن وح وناكسن وأمان يكون متيسط أي سميس يضو إلهي سبحانه وتعالى كون وأمان يو أي دمر كتشيران أي هذا إلهي وكسي في أي رجنيمة إلهي سبحانه وتعالى وحرمه وكور رميه ساجد كمسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين واحد شوقا ركت شعل إلى استاهريان وإسكا طاهريان وصخدا دنبقا ينجاسات كلبضبا وهذه مركا دنبقا وكرعو سيدك دقو دخصا وتوبت كيري ووصخدا دنبقا نفتو دان كل حاين هين إلى بعد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب حكويري من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنين توحى كم إذا رجال بلا يكسفين وحي إلهي يقول رب الله مين بيكتر شاقين مركات المسلم بانا هاي إلهي بلن بعض لقش بلن كاوات كتر شاقي والسلام لماذا حقيقين أما بلن كامد بريبا نقود دونتا في سورة النور إلهي سبحانه وتعالى وحيري في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجع قلوبته ذا مساجد ذا كحرن طاي عبادة ذا هنصر أولي آخره إن دو ظهرته ذا عيطال قلبه ذا يكوين طاي إلهي الرجولة يكسفه أسلوب كلا وقرآن كوكم وشيء قيمها إلا ذا علو الهمة مؤمنين تيلا يوحو أمري إن يكسفوبان بالهمم العالية يا تنافس في الخيرات بردتا خير كأبردتا ميا ومدو لبآن الدونهين إن حق خير كيوناق عدايك غسر رئيس إلهي سبحانه وتعالى وحلو صارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين ودك دقا أسباب تدنبي نافك يا أسباب تتشندها بلاران وققلو إلو دياري كوا متقين تا فاستبقوا الخيرات من الله سبحانه وتعالى أبرا التمع وقف والأو مؤمن أوبا سكود دي داتك كالوردان خير كأدوه ندقوه الرئيس وادك قصر الرئيس لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس وتنافسون حديث النبي قال نصها صكرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا لاستهموا عليه تدكو هدي أغان لهايين آذانك هي الصفقة ورئي اللي قلتو كذا فضلك على الله سكلان كوه لهايين إن دي سكو قبصدانو مدو لبا قدانو إنو إساقو هلاه ومركا لو سيمي هايوي حق لو سيمي هارنكاس ونغو وتصال عندي مساجد عن لهايين مؤذن راتبة وعدد صفرة تصال عن مساجد بي مادين مساجد دا دادك مسافرين تاي كنتو كذا أما برنام بابي كنتو كنين آذان كلا مكة لحيقه مدول بيو حق لين ورادو أنيقا إيضامي حدي الله يسكو قبصة مركا وحق له سميم حالوك لبحية بالقرعة وريتور بالوك لبحية سف الأول لمكة الله هو سيد الله وصوك له الرئيو لبقف بمركا هالمر مدول بيو الضوني فرجو أما ميال صفك وركب برنان إنو قلو لا إثارة في القربات الرماء الصراء إلهي سبحانه وتعالى لو قلنا وهذا كنذا لو قلنا قفكو نفتي سعيد كلا إنو كور ريسية ما الرماها الدوية ضدك كلا يسكور ريسية ويقيمه هذا إياه يقع عن بطنين لكن أمور الآخرة وما يقرب العبد إلى الله ويكون صوا للدخول الجنة قفكو وإن نعدنا يسكور ريسية مالك هذا الله يسكو قبصدات تانا محال وكلا بحيا قريتور بال وكلا بحيا سنة النبي قو أدبو دي رجاليي صفات ضد المؤمنين تين كصفوبان رسولك وحرس مسلم وكوريه في صحيح عن ابي هريره احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ددال وحن نفع كولك كددال ددال كان حدود لو ميري يعني هلك اسر ريس ددال كان غارسي ددال كان غناه اسكو هلينا الى سبحانه وتعالى تلا صارو اسك الىالي تمر درده وحسيغا يا عاجز نمده
وميل أدقاري كرتو ميل كسو كيسا مرنبها كقنع ورسول كيسوغا مثال عملية بحين يوحويني إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة دي صورتي لا أفوفة قيامه ودعه إذا متكين قعنت وقوها إيو جيد أبقالة جيد صالحان لينا جيد تميرة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها دو كد قارسين كرو هكد قارسين يعني وعلو الهمة وأهنان كيسارو النبي عليه الصلاة والسلام بيريق لنا إمام أحمد باوري نبي كدو عيسان شري إنو قوان أدك الله هذا الرماها وناكسن وأسألك العزيمة على الرشد إمام أحمد الترمذي النسائي باوري وكان يتعوذ بالله من العجز والكسل عاجز لماذا؟ يوهسك إلهي سبحانه وتعالى نبي وكم قلت شري وحو صحابة وشاق رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي إنو تعالي هاي الرماها وناكسن إسرائيه سطبراني وريي وحوري إن الله تعالى يحب معالي الأمور إلى الرماه الصراء يتعلي أنا الرماه ونكسن سيدا يوكل الصريان بو إلهي يوكل يتعلي ويكره سفسافها كود اللي تنى إلهي ونعبي وحو الصحابة وقوب بشاريه بل قف كستوه هان صرى له أن الله يمده بعونه إنو إلهي وكالمينيو هذيك هلقاه له هان صرى يهيكس إلهي سبحانه وتعالى تلصاره والله وعد لك أن يعينك على بلوغ مرامك إلهي حكوبة لنقاذي مركا إنو كوكا علمين أيو إن أتقادو هالكاد السعود وقال رسولك السيد بزار وريي حديث كان الصحيحة وقال الشيخ الألبان حديث كن يلحب وقال يافري اللعذب إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤنة كالمينتو وحايا الدونك وقلت ماذا حق إلهي وقلت ماذا مربع دلال كيسو انت وليقيه وإلهي سبحانه وتعالى ويقول في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا وإن الله لمع المحسنين مربع انت هنكاك هي الدلال كاك هي حرص كاك وليقيه هي كالمة إلهي سبحانه وتعالى وكسيانا إلهي كارسا سلفكم هنكود هي هيكسي قود حق دونست علمك هي حاسلين تيس يا درجة سر إلا جارة سدابوها وموضوعي كلمة دينة حلقة مرمانة إن متصاليال بحلم سيرة الضدك هراء هي تاريخ دو دو هناك سري أفك مسلم كامر كلاجة والرمو راد بكويا لتا إيمان كيسة طاعة ديسة خشوع ديسة هن كيس وحفر بدننا ويكبد الشر أي نكبل لون الصحابة دي رسول كردوان الله عليه ولي بقار الدادود وأي يريد عبد الله بن عباس رضي الله عنه سقو ولي أن قان قاري لكن قان قار كل وادي أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ندد وأوي أي وكهي مسري نبي عمر كل انتبه واحد قلت جابوري نين أنصار تكمدة فقلت له هلما فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير عن وارئنا مري صحابتي رسولك علمي جي نبي جاي كرابين أين ويدينه ما أنت أدب وبدين كنت مالين باي من دون طاير دين تام كعلمي جاي هدان لقى رابين ويلا دمانيا نينكاسي سيدا ابن عباس مسألة طلب العلم جاي هنسر أم الهين وحو كويري عجب لك يا ابن عباس الله محان كايا يا ابن عباس أتظن أن الناس يفتقرون إليك وفي أصحاب رسول الله وفي أصحاب رسول الله من فيهم الله ابن عباس ومحن كايابي موحد سلادي أديقا علمي لقا مرتيد دونا والقوب باهم دونا يدو صحابة دي رسول كي وويني دي علماء دا هيدي تشوغان ما انتلفت دي عرين تاسد الله وحلقا يوائن فربضان وكمي دا دلن يرتو إن علمي جهان سرؤي لهم ويان إذا صابتوا عيتين لين علمتك سكوا علمت شوي حانق اللي جبهين ساسوا كلا يجو علم حاسليه إن الدعوة جهان سرؤي لهم ويان سداسوا كلا إن عبادة جهان سرؤي لهم نرانق ولي وان يريرن مركن ووينا نبان صفق ورجل دونا عبادة أن كده دالي دونا ابن عباس رضي الله عنه نكأ أمو تشوي
وعلي فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله من كوانس كجت جيبول قفكو هدانو كوع عوين هين على علو الهمة وعلى بلوغ المقصود وهمة دا أودي هي أما هاس إن أود عذو صاب نقانية إسكجت صاحب أصحاب الهمة العالية وحلا صاحب تلا الرفاق لا رفيق لا تدك هم دودو أي سر رئيسه ويا صاحب صاحبه صاحب كو كشي ديا وحيسو مربو كسي في سي هاي أي حق يسو كشي ديا والمرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل سو النبي يقول عليه الصلاة والسلام مركب يقول وحن بلا أبي إن الصحابة رسول كوتها وأن ويدية مسايش علمك وحشاق حتى مركي أي ضدكو فتوحات كقابلين يسوي إنه تفرقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمه كبرته وحدا عيسو يقول إنه نص حابذا كم يدا حديث إجا سو جار ورالين كاسا حديث كنبي كما غلب فأتي بابه هو قائل فأتوسد الرداي على بابي يصفي الريح على التراب علي التراب نكاسا نتجر وقت القيلولة وي وقت القيلولة وقت الظهر كير كورية ووقت الظهر كقدم بيوي سوى قيلولة السنة ينقولي ستجر قال باب كمان قراء تشرين احتراما للشيخ والمعلم أنا احترام أنا احترام أيوة يوينين أهل العلم قام وينينين قاع يقال مركا بركان تشري الباب كي سهرتيس مركا صاد دبايشو أي عيد إساري تشرت رزوق صبيح تشري حالا ده أنا كسر جنب يارك تشري آد نص حابد ويقدرين تشري عبد الله بن عباس لأسباب أي كم تهاي قرابة قرابة النبي جانو كم ده رسول كي نذكر رومينها يا الصق غير إنه لا علم كوار زاقي رسول حولني يا ابن عمي رسول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك حاكو كاني هلا أرسلت إلي فاتيك من عدي يسوع درت أنا كوي من الله هاي فأقول لا أنا حق وأنا أتيك رسول حولني شري ما يا أنا حق قلت هاي إنه كوي ما أضه إحنا العلم يؤتى علم وين الصق الله تعالى قيمتي سايي كمتاي دد شيخ كنت لا غوري غو كاله حتى معلي غوري غو قبصدا واخ في عن ما وتراادو انو لعق بان هيست لعق تنس كبخيناي هي غو كاله غوري غو خيغو ديك marka hadith kan waydiinay buu yiri wan ka faa'ideysanay faasha hada rajul ansari bal arintu xaqad dambe say ka noqotay u fiirso ninkii ansariga ay lahaa war naga tagay ibn abbas ما هذا لغو باهنا يا علماء الصوت بوحدة إما أنت صحابة علم يكرر بواي يا ابن عباس مركو علم جيب برتاه وكده ده عليه هنصر ويا الشيء الحال كده وفيرس منك أصو سين ولا بيقول حتى رأني إلا ويركه وقد اجتمع الناس وحاول يسألونني ابن عباس كي ويريسني ولا أنا يربع طاي يا كوبا هانا وحركة حال كده وين فرديا أودتك هريريين ومسائل الدين والعلم سقوا حلقة الدين فيقول هذا الفتى كان أعقل مني سوح له إن كاس ويجع عقل بدنا مركان ذو كعقل بدنا نقاط علم جمال سرائيل وكجاره هيك سنية هنقول إن كلا عقل بدنا هاي أكي وكهره هنكيس وكره وي مركو عالم نقضه مطالب علم قوي علم جو حاصليه هذا وتولي راه ذا يلا وحباني وترعين والله إن كاس ويجع عقل بدنا هاي كوتري والله ويجع عقل بدنا علم بي كوش بس وما صحابة الرسول رضوان الله عليهم هنك الصراع علمك حاسلين تسأل الله واحد تصين أيها هل حديث أي سفر دير وقل تشرين هذا ما أنت إمسا حديث إمسا آياته إمسا مسألة فقهية إمسا مسألة توحيدة إمسا مسائل علوم الآلة نحواء مصطلح أصول الفقهية أيها مسائل كانوا إيمان أسر صافين تلك بل صصعتها حلقية هوا كتير كي مريا من نيوهر قيسة أما على مدام إيري بودكاكتي سينو راضو meel fog baan ka imaadayo inta kalena ay la yaabeen dadaalka ninkaas uu bixinay balu fiirso saxaabada rasuulka radwanullahi alayhi marka dadka himam koodu ku hooseeyay ay noqdaan iyo raqbada jacaylka cilmiga u hayaan qofka iyaga yara dhaame ee wuxuugay dadaal la bixinaya ee cilmiga naftiisa wuxuugay ku daalinaya ay la yaabeen oo magala biixil uu abd fatah ka soo lug yaabay oranaya وفتحوني دوري هوري كتيري وهالك مرة غار كنت كسول لجين كتيري زاو الله وخيرا دورنا نقطة ما يستي
مركي دم إلهي بابور بوسية وأنا ما ليش بابور وتأنا كتير مركي دم طيب إلهي بفرج كوفر يا ذات صبرته والصبر كوا قرار لكن عقب بديسه ومعانوي يوناك بخاري وحكور الصحيح عيسى رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد جابر بن عبد الله وقرر سنة الأنصاري والصحابي مسافة باللوص عضو أي أصفر وحلق صفر يا ديارة ما ترين ما قارين ما وأور أما هل أما دي الدمير حيوان عاس كوفي عنو كفرس فولة سافضل الصعانة يا ماها إلى إير بوتك أما إلى نيو هرقيس ومسافة شهر وإن تود حيث تصال عن مكة وكتا الله حجاز يب بيت المقدس والشام كتا الله فلسطين أنت أصلا مسيرة الشهر هاي مسافة بالله صعودة رجاديد كنوع عسل ساري وهالحديث محاكين الدال كأنت لقينه بحيه والدال كيا تعب كاسي وبريره قيمة علم جرني تاسا هنصر ويا شيء من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل قف كويح الدون يا حقيقة سجرتي قيمه سا وحب حين يا والله فضل هذا ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا أبو أيوب الأنصاري سنوح كصفري مقالة المدينة وحو صفري مصر مصر هي مدينة آد بأكل فوقين وحو مصر وقلت لي عقبة بن نافع وصحابي هل حديث سوء قوري ولي وحيوا لا يبقى لوحة كميدة حتى مو نصن عقبة ابن نافع مركو وتقول حديث كيبول إيشك حديث كيبول كم غلي راحلة دي سيب الدبو صوف ولا وصو كل تشيري وهي وتشدد وسعدي باين طاهد وحكى لكم مشقولين سعيد بن المصيب وأعلم التابعين وعلي كنت أرحل الأيام والليالية في طلب الحديث الواحد هبين أيام معلم أيام وسعن شري حديث قرى دونستيسا يرادنتيس وحيابا موتشين يا علمي قايني هنصر الله يوحى كم إذا ملازمة الشيوخ أدوه بالسويدية شيخي مددي وقاريد أدلف الديدي أدلت شوكت علمي قاعد كبر نسا انتهي لك بات كبر نسا دي انتهي لك إمي كواحى لقول الدورة دي صدح صنوات بيسعى نسا معلمين تادي مشايق دادا صدح صنوات لفردي سدي صدح صنوات كليين سدح صنوات إن هالك ناد فرديده وعلمي ذا علمي قاعد كقادته وحنو جاهي إن بدنا ندين كذي كم ذي ندين لبديهم وإلي نيوم يا أنت على قصو يرايو أنت إن كير بانو في الليل درين كانوا عاصم حكر الشيء درين كانوا عاصم حكر الشيء ضعف كتير علو الهمة وإذا مقنت ورانا ما ينام همة ديو أن هلكي للربيع أن جارس سنين نعيم المجمر التابعي وإذن كاركوا كأبو هريرة رضي الله عنه حديث كوري حديث الوضوء أكله كوري جالس أبا هريرة 20 سنة لباتن صندوق أيو أبو هريرة لفدي يعني لازمه ولازمه تام عبد الله بن نافع حيري جالست مالكا 35 سنة شن يصد صندوق بالإمام مالك لفدي علمي كان كذا جيسني، كصدق حديث صلى الله عليه وسلم مركز. جرير نوح جلست إلى الحسن 7 سنين. تدوس صنود بالحسن لفدي. تدوس صنود كوا رمك الله إجا ما بدنا. لكن أنت الله ياب كله. أنا هذا الكوسة قاتي وحوي. لم آخر منها يوم واحدا. تدوس هذا الصنود هل مالين كمان مغريمون. أنا واقوم أتلو أرض جوان كيس هاي تهاي صدق حلاص صندوق معلومة الدراسة ده مالين إن أنا مغنان إلى حد هذا تسيق جوان سطو أرنت نوع عاس إلهي نو تلا صارتو إلهي وكو كلامين يعني لكن هذا نجوان بكو هاي نوع أرض حسوسا بكور وأنا كوك صدق عنبا ملازمة الحضور لحلقة العلم هل مالين ما أنا مغنان ده هاي واقو شيء كتاب كيس تذكرته
الحفاظ سلاسة كلا علوه متي واحد تصين يا كتبت ليك الشدة يد على الشدة سوق العلين شرين إنك ما أنت وفق كتابك هالمرة بدو دقيستو واركي دو مر لبعض لبلاوي وحورنا وان دكتانو كتابكاس دو حلقة يا بعدي سؤال اللي جوا يدي أنا رح بكها هين كتابكاس حلال حكاية هنا نشين وجوهنا كتابك علمي جي سلقولا ما بحو هالمرة إلا دكتو علم جوه كو حاصلة وكو استقرارة بالتكرار اللي جوه العلية الإمام المزني إسماعيل بن يحيى إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم وأرضي الشافعي كتاب الرسالة للشافعي تضبط تم شربا نخريمون 70 مرة من وجود شراغف كتاب ولا هبير هذا تضبط شرخي 70 إسكدة يوم مر والبن علمي بيجو كرديمون وهذا أمر مجرد إسكدة في أرضي معلم كتاب كديجية مركز طو وديجو كتاب كعلم ووكر سفينة أنو مر كان ديجو هادنا عن ديجو هادنا عن ديجو مر والب علمي با سفينة يكون وا سفينة كتب تواوينا هذا الكيد الداح عبد الله بن محمد وهو فقيه العراق واحد طالع المغني لابن قدامة 23 مرة المغني لابن قدامة ما الرسالة دي رماه كتاب وين 20 مجلدة قارية رغار كنا دورية تمل مجلدو دميد ولا بين تعليقت إنك ما أنت قفك لراها هالمربو مغنيقة أخرية يبا للايا بيا صان ريها الددا البضانة إنك مغنيقة هالمر أخرية هالكا أنتو كقلي هالكا كبح صدح إيا الله تنشر أيو كتاب المغني وأخرية حيبات ددا الكود إيو همدا ودى السرم وچيني وحكام إذا إنه هبينك علم قوسو توسي كيرين مذاكرة ديسة هي مسائشة قصوى دعضاء إنه ديوان قليان ما أنت نوح لقى دو حلقة دي فردية الشيخ ويحب الشيخ إنه عند قرب وقد كوه ستو وحا الشيخ والشيخ إنه عند قرب وقد ديوان قليسو الإمام البخاري رحمه الله تعالى سيترجم ديسة لقو الشيخ هبينك قورا لباتن شارين كدو يهرددك كعيشري لاير كان يوحن ولا لعده هيا مر كامي تشرينه وحوشيدن تشري فينوس يربو شيدن تشري فيكتب الفائدة تمر بخاطري فإذا كسر العداء يقرن تشري قاس يوحى ما هيستو فقر باتشرا ولهذا مركو فائدة قرطو بختي سنتشري رسول الله كعيشرو شيدن تشري إلا على باتن تشري بينك وصاق عم السلام هذا هو حلقة درسي قلت شيخ كده جيستو وكتابك أدون ديبو إيجين حلقة دي أتبصان قطر وداتنا تتراكم الدروس عندك دروس تأسدول بحضر وكي هورا أدقوان اتقانين كي كلو كوكسو قاردنا كي كلو كوكسو قارد سيدا علمي لغو حاصلين ماي درسنا وإنانو مالين كي سوك رافين إلا وقد أتقنته أدو اتقانيي ويحفت أبانا حفديي وفهمي حكوات كادي ويديي اتقران إيسا وكا عاوز إن بدانو أرديدنا كم إذا ما أنت فقري إيوه هين الآن أدويو يا علمي كربت وقف هنكي صوه سيو يذا فقري كنوع أقدر أنه هيو أيان علمي وقاعد تشري المولى البخاري رحمه الله تعالى أرديد يا وحد اللي جنتي روح يرادين فقدناه أياما مجلس كي حديث كي إيمان تيران مال مكويني تبي تنوح نقبل نكي بخاري محاكو دعاي قولي جي سبام التقنى هل كان أرين فائدة تربوية باكو تكت أرديد حلقة ودى تشوغا وأنا اسكور هيا أو كاي تبان وأنا اسويديا ونكي هبل مي حلقة يا بينو حنو الصنية بوقشو كاقبها هيا والالكا وحلقة يا با سابو خاري باكو دعاي مريم وخصوصا بحبا إنو واي إنك استوما أنت تاسي أي نادر تاي وقف الردنان أو قيد قولوا يسوصا حدا يا متشوغا صمع إلهي بأن نعم كيسا اللوب بلاريا نكفا يدي سن بخاري بأن قولوا تقنيبوا له داقدوا نقل هذا الله وقاوين نركبا كنا ماضوا وأرضي سببتوا سبب حبايواتاس وحبان يسوقوا دردريبوا إلي
أرديد وين التعاونان أرضي كتاب كان يبسن كرين وين اللي سوق در دراء كتاب كيلو سو إبيولوكين سو علمي قوسي وضو وارين ولا التنمو إيمانية كتر جميس وارين سداسو كلا عبادة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أمر كيلا عباد فلنسة وتعاون على البر والتقوى علمي وكتاب كا كبر تؤتر كيسا كوص عوني يا ديقنا وعلم ينتفع به أياد من عكسه الجليسة كارديدا وتحلقات ليدين قيبيي حلقات وليبا وإني اسكور هيسو وإن ليس برطو وإن ليس حال أقادو وحنعي كرتا أردق أننا نصو قراعا أدوك هنا قراع بوران أتصو عنتي نصو صعب بوران أتسدتو مؤمن كنا ما هسو شاقر رسولك عليه الصلاة والسلام كالسيحدة يدو تشار كيسو أقاتشوني وتشار كاقوي كور هاي هل ليس حال أقادو هل ليس عاويو ولا التنمر دبا أو إيمان كدلتي مؤمنين توا ولا لسيلة هؤلاء إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم ولا الكم يتكاد كيسان صوابه كنوا ولا الكاجر دبتها ولا التنمر إلا آخرة تحني وتاس إيمان كي إسلام نما كدلتي وين بخاري مركز دربان وجي نبوري مركز سو يمين تدركي أحد لي سبحان الله أبو حاتم wuxuu ka sheekeyay isaga iyo laba nin oo kale naysaaburiy iyo aakhar in Israa'il doon baan fuulay buu cilmiga u safray ma sarbay ku socda ee sheekay imanayaan waa naysaabur ma wara anah doontii baan raacnay sahaybaan u sidana waanu yar yareysan in aanu tashiilanaynay doontii baan ka degnay oo barigaan ugaaynay in yar bay sahayd in si ayay sahayd baan naga goday buu maalin baan soconay anaga wax waxba maalin labaad baan soconay anaga waxba cunayn maalin labaad baan soconay anaga waxba cunayn saddex maalmo illa aanu gaabinay waxa dhacday inuu marba mid jiiftaamo macna inuu tabar gabo socon waayo mid baa dhacay wax loo qaban karo ma jirto aan yar yar riixinay dhaqaaq maalo waan iskaga tagnay mar labaadkina anaa dhacay buu ki saddexaad baa xoogay markuu naga socdayde isaga laftiisa socodna fala socon maayo ayaa wuxuu arkay dad doon wato intay bariga ku soo dhawaadeen bariga u soo baxay iyagiiba go'a u lulay iyagiiba markaa u yimi oo sababtooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku noolaysiiyay xataa wuxuu sheegay fi hadhihi alqissa inay kaadidooda cabeen yahana markii ay harad inay u dhintaan ay ka baqeen markaa Abu Xaatimna dawad garanaysaa imam min aimati aljarh wa ta'dil imam fi sunnah إمام في العلم عموما علم كاس عياركم إمام صبر كاس أيو كويمي ياد كيس إذا نوع عاصة إلا صدى الله صبر علم قال وقعد كيستنا يعني درجة السر لك الجاري ماي إنك ما أنت نعم بضم بنيسا كتبتي وين متوفر حتى غف قدو مكتبة كسو يبسن كرواية مو بالكيسة أي كتبتي أي كتشرت والنعمة إلى هاي سماتس صدى صوكلا وصائش علمك هي متوفرة وقاديد للراعو وحا متوفرة ساس وكالك قوبي علمك اللي قد قنيه ليرك هي افتينك هذا علمك كو آخر سن لحي علمك يبقى دوبا وحتى وحي كرافة ما أتفهمي ويدو درسي قد دوبا بعد هلس والدوبا دو لقاي سنكرتها مركا ما أنت توفرت أسباب تحصيل العلم أسباب علمك اللي حاصل إلا آد بأوفر بضمت جدا آد بي حاسن طايمان لكن ضعفت الهمم وقصرت همذي يهنكي يهيكسي قيبا ضعيفي وآد هوس أغرعي وحالة مودة مركز طوء شيء أسبابتي سواء فضولاته هنكي يهيكسي قددكو أوي عشان إنه ضعيف مركز شيء أتكاله أياد ددالك رقب بحيو iyo higsigi si aan sare in loo yeesho ay kor u kacdaa laakiin waa arin nafta laga la dadaali karo wey oo ku jira caalam asbaabta waxa doonaysay ay fududaatay waxaad ku darsan kartaa nicmada Ilaahay oo mahadnaq Ilaahay looga mahadnaqayna kamida inaad han sare u yeelato inaad darajo sare aad ka gaadho waxa aad doonayso arintana dadaalkeeda aad la timaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayna waafajiyo
إلهي بينو كبرين وارزاق علو الهمة إلهي بينو كم جنجلينا وحويان همة هو صيصة إلهي سبحانه وتعالى كده جو علم الدلب كينا يا عماشي نبى خالص لوجه إلهي درادية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته وأن يغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.